قراء جريدة فاس نيوز ميديا، اليوم معنا واحد الحالة خاصة، واحد مواطن من فاس. المواطن من فاس أحكمت المحكمة بعدم المتابعة في قضية تربص بجلالة الملك محمد السادس. الأخ يمكنك تحكي لنا كيفاش أنه شدوك؟ السلام عليكم وتحية لسيدنا من القلب الصافي. أنا كنوجد نداء لسيدنا نهار 16/4/2016، كنت جاي من الحمام ديال عين الله، تلاقينا في الرومبوان ديال عين الله اللي كتدير الطريق ديال مكناس. يعني أنا شفتو باللهفة اللي كنبغيه من صغري وربي شاهد عليا، تبعتو ما حسيتش براسي، بغيت غير نشوف نهضر معاه ونهضر معاه وناخد صورة معاه ونهضر معاه ساعة، ما كتبش الله كتاب لي كتاب. حنا من فضلك، كنت جاي من الحلمة، واش كنت راكب في الطوبيس، واش كنت على شي موتور، واش السيارة ديالك؟ سيارة خفيفة، سيارة خفيفة صغيرة، تبعتي بوسيطة السيارة. سيارة فاش ناداوني بالوقوف وقفت ومتاتلت ليهم، يعني بنية صافية هادشي اللي كاين. يعني ملي تبعتي جلالة الملك تمكنتي من اللحاق به؟ لا، ما مشى، هو مشى خدا الطريق ديالو وانا بقيت مع رجال الامن ديالو الحرس الخاص. يعني هادشي قالوا لي نطبقوا القانون، قلت لهم مرحبا لي مكتبه الله هي هذه. دوزت لي 60 يوم ديال في اطار التحقيق، والحمد لله خديت عدم المتابعه حيت النيه صافيه، وداك الشيء ما عنديش شي نيه اللي هي خايبه، وانا كنبغي سيدنا من صغري راه ربي شاهد عليا. دابا المشكل اللي عندي لا في القطاع العام لا في القطاع الخاص، كيوقع لي اشكاليه في العمل، ودابا كنترجاك سيدنا الا لقيتي كيفاش طالب مني، الا لقيتي غير تساعدني غير في هذا الامر هذا ديال الخدمه، ديال الخدمه يديروا معايا شي مساعده، ما هادشي هذا هو الطلب ديالي. يعني سيدي كتاكد لنا بلي السجل العدلي كيخرج فيه لا شيء؟ لا شيء. نعم، وملي كتمشي تقدم طلبات العمل كتلقى رفض عندك الملف؟ هادشي اللي كاين. لا، ولكن رفض. علاش الرفض؟ واش هما كيقولوا لك بانك كنت متابع؟ متابع الاشكاليه كاينه مع سيدنا الله ينصره، وانا طالب سيدنا الله يخلي له ولي العهد ديالو كبره في حضانه باش يجي يوقف معايا في هذه القضيه هذه. لا، يعني الناس اللي كطلب لهم انت العمل هما كيجبدوا لك الميل في ضروره، كيتجبد الميل. انا الاب ديالي توفى الله يرحمه، كان موظف، وهذا الشيء اللي كاين. اش كدير في المهنه ديال الحس؟ هاد الساعه حابسه القضيه.